بنبدأ نفتح من هنا وبعد كده بنظبط من هنا بنشتغل من هنا كده. ده التايم البطيء. بعد ما بتحدد التايم البطيء هو بيحاول على السريع لوحده. يعني مثلا لو عملنا كده ما شاء الله الله اكبر يعني حاجة جميلة. يقلب على السريع لوحده. انت بتظبط طيب بطيء او سريع، وهنا ممكن توصل له الميه من ورا، تفتح كده بينزل الميه من هنا. ولو عايز سريع بس تفصل، بعد كده بتشغل سريع بس بيشتغل. عايز البطيء بس بيشتغل، تظبط من هنا الاثنين مع بعض. ما شاء الله حاجه كويسه قوي.